بالنسبه للاثمنه ديال الحمص والعدس راه نقدروا نقولوا بالنسبه لهذا الغلاء اللي كاين نقدروا نقولوا بانهم هذه الساعه مناسبين ان شاء الله. من هنا الرمضان غتكون الامور مزيانه. بالنسبه للعدس كان تقريبا كاين بين 13 درهم و 14 درهم جمله، تقريبا غادي يوصل بالنسبه للمستهلك كان 16 درهم بحال هكذاك. بالنسبه للحمص مؤخرا عرف واحد الركود شويه، كاين في واحد التراجع بالنسبه للثمن ديالو، تقريبا كيبدا دابا من الرقيق اللي بغى الرقيق تقريبا بالنسبه للجمله ديال 9 دراهم، غنضيفوا ديما 2 دراهم بالنسبه للسقاطه. بالنسبه للرقيق كاين 9 دراهم، كاين واحد الشكل او نوع تقريبا 10 دراهم، كاين ماركه ب 11 درهم، كاين 12، كاين 13 حتى 14 15 درهم. هذه هي راسك شي حاجه اللي هي متميزه، كنقولوا حنا 32 غليظ بزاف، بين 14 15 درهم داير. مؤخرا كنعرف واحد الرجوع بالنسبه للحمص. بالنسبه لهذ الساعه الامور مزيانه بالنسبه للعدس والحمص. بالنسبه للعدس ديال كندا، بالنسبه للحمص ديال البلاد كاين موجود الحمد لله الخير موجود. بالنسبه للعدس عندنا ديال كندا هو اللي فيه ثمن مزيان، بالنسبه ديال البلاد كاين واحد النوعيه تقريبا اللي كدير تقريبا 16 بين 16 حتى 17 درهم جمله، وكاين واحد النوعيه ديال 14، وكاين انواع دابا قديمه ديال العام الفارط السنه الفارطه تقريبا كيدير بين 10 درهم 11 درهم حتى 12 درهم اللي دايره. المسائل اللي كتطلب من غير العدس والحمص، كاين بعض الناس كيستعملوا الفول، وكاين ناس كتستعمل الشعريه في الحريره. بالنسبه للفول دابا مؤخرا عرف واحد الارتفاع بالنسبه لانه كيجيبوه من مصر، الفول ديال البلاد شويه قليل بالنسبه عارف واحد الجفاف وهذا شويه قليل، ومؤخرا ما كانش كيتهرس شويه الفول بقى خلاو عصين، وعرف واحد الارتفاع بالنسبه للثمن ديالو. بالنسبه للشعريه حتى هي مزيانه، ولكن الناس كان كيمشيو لها، ولكن مؤخرا راه عارف واحد الارتفاع راه معروفه بانها غاليه شويه. بالنسبه للاثمنه راه كاينه اثمنه مرتفعه خصوصا بالنسبه للمواد ديال يعني الاستهلاكيه ديال رمضان. بالنسبه للحمص تقريبا ما بين 12 حتى 16 درهم، والعدس يعني من 14 ونص حتى 16 ونص تقريبا، والفول بالنسبه للفول حتى هو بالنسبه لهذا الاسبوع هذا راه زاد واحد شويه، يعني ما كيلعب ما بين 9 درهم ونص حتى 12 درهم. تيبان ليا كاين الاقبال، لان الانسان ملي كيكون محتاج لواحد البضاعه راه اوتوماتيكمون راه غيقلب عليها، غياخذ من الرخيص وغياخذ من الغالي، وهذه كنتمنى ان الامور تحسن اكثر باش بالنسبه للمواد الاوليه تنقص واحد شويه باش تكون في قدره ديال المشترين. من ناحيه العدس فيه طلبات شويه مزيان في هذا العواشر وهذاك الشيء، والحمص كان طلع بواحد الارتفاع شويه الحمد لله. دابا داكشي على حسب الجوده، الاخر ديالو كاينه تقريبا على شي 9 درهم ونص، وكاينه شي 12 درهم، وكاينه 15. العدس يعني كاينه القديمه والجديده من غير ديال ماشي البلاد، على حسب ديال برا كاينه تقريبا دابا اللي في اللي كحالي دابا اللي كاينه في السوق كاينه شي 13 درهم ونص. دابا السلعه ديال البلاد لا كانت كثيره راه يطلبوا ديال البلاد، اما كانت السلعه قليله ديال البلاد راه يطلبوا ديال برا، هادشي اللي كاين. الفول حتى هو ثاني مزيان، حتى الفول ديالو تقريبا شي 7 درهم ونص 8 درهم حتى هو ثاني داكشي علاه.